طيب كل يوم قاعد نشوف منصة جديدة تطلع في السوشيال ميديا آخرها كلوب هاوس، كيف شايفة هذه المنصة؟ دخلتي جربتي، إيش اللي صاير معك؟ طبعاً أول أسبوع من انتشار كلوب هاوس دخلت وكنت جداً مستمتعة بالأشخاص المتحدثين اللبقين هناك، وكثير استفدت صراحة منهم، شاركت اختبرت قدراتي تقريباً يعني. بس أمس للأمانة ما دخلت، قاعدة أحاول أجرب نفسي هل أنا مدمن الكلوب هاوس أو لا، فقدرت الحمد لله أني ما أدخل يوم كامل، وأتوقع أنه بعد بيتوسع بيكون شوي يشغل الشخص، ف يعني الواجب أن شوي نحد من تواجدنا في كلوب هاوس. نقدر نقول تقدرين تستفيدين منه؟ طبعاً طبعاً، في رومات انفتحت، بس نتكلم عن السينما، بس نتكلم عن الـ 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 الأعمال التلفزيونية، ناخذ نصائح من بعض، نستشير بعض، جدا مفيد فوق ما تصور يعني، جدا فادني، استمعت الكثير من الآراء. كيف يستفيد الممثل من وسائل التواصل الاجتماعي ككل؟ من أي، من انستغرام، من اليوتيوب، من تويتر، فيسبوك، كيف يستفيد من هذه المنصة؟ شوف، كل منصة أو في وسائل التواصل الاجتماعي لها سلبياتها ولها إيجابياتها، أنت من واجبك أنك أنت تبحث عن الإيجابيات. أنا كممثلة تفيدني جدا في الانتشار، تفيدني بالدعاية الأعمالي، تفيدني بالقرب من جمهوري، أني أنا أعطيهم خبر على طول إيش العمل اللي أنا رح ينزل لي قريب، فألاقي منهم التفاعل، الانتظار للعمل هذا، ويتابعون أول بأول، فهذا الشيء يعني جدا مفيد في منصات التواصل الاجتماعي. ممتاز. ميلة والأعمال السينمائية؟ أنا لي مشاركة، ترشح الفيلم لمهرجان فينيس، هو ثالث مهرجان دولي مهم، وترشح بترشيحات الأولية كممثل للمملكة العربية السعودية، وكان راح يفتتح في مهرجان البحر الأحمر ولكن حدث جائحة كورونا. الفيلم هذا جدا فخورة فيه كأول تجربة سينمائية لي، وترشح يعني أعطاني تفاؤل قوي بنفسي، وأعطاني مسؤولية أكبر إنه إيش بقدم فيلم ثاني. السينما أنا حابتها صراحة، وراح يكون لي أفلام إن شاء الله بإذن الله، فأنا ما بين السينما والتلفزيون إن شاء الله إنه راح ما أكون مقصرة في أي مجال منها. جاتك عروض سينمائية أجنبية عربية؟ إن شاء الله يعني أنا مرة متفائلة بالمرحلة القادمة، عندي فيلم سينمائي عالمي كله باللغة الإنجليزية، راح يبدأ تصويره يعني نهاية السنة أو السنة الجديدة، فلسه ما زلنا في التحضيرات ولسه مو أكيد أي شيء. طبعاً أكيد في أفلام سينمائية معروضة، ولكن ما زلنا في الاختيار، في قراءة النصوص، إذا كنت أنا مناسبة للشخصية في بعد الكاستينج أو لا، يعني إلى الآن ما أعرف صراحة. وفي فيلم يعني إن شاء الله إنه يكون ها بديته. ممتاز. الآن سؤال الأخير، الآن إيش قاعدة تسوين، إيش قاعدة تصورين؟ حاليا زي ما قلت انتهيت من تصوير فيلم، عفوا مسلسل من 8 حلقات، مسلسل جدا متفائلة فيه صراحة، القصة غريبة ومعي نخبة من النجوم من بطولة الكل وإخراج الأستاذ محمد الهليل. عندي عمل يفترض أنه يعرض في رمضان أو بعد رمضان، مسلسل تاريخي من 30 حلقة، وعندي فيلم زي ما قلت لك قاعدين نتكلم عليه. ما شاء الله. وعندي كمان عمل على قنوات ثانية، يعني 3 أجزاء، حلقة من 3 أجزاء. هل هذه كلها سويتيها في وقت واحد ولا؟ أكيد لا، شوف أنت لما تكون شغوف بالشيء تعتبره شيء جزء من حياتك، فأنا أستمتع جدا بمجرد أني أنا واقفة قدام الكاميرا أنسى كل شيء، فهذه متعة أنا قاعدة أحصل عليها لنفسي. تأخذ وقت، لكن الفترة الفواصل اللي بينها مو بعيدة، فشوي هذا مرهق من ناحية أنك أنت تطلع من شخصية تدخل في شخصية، فالشخصيات المهمة قاعدة تتعب أكثر لي واللي حولي، يعني كل يوم جايتهم بشخصية. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك.